بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده باذن الله هنشرح اللي هو الكوميونيكيشن. طبعا حد كتير جدا بعت لي عشان اشرح الكوميونيكيشن ده على القناه. الكوميونيكيشن في بعض الاسئله على بيجي على هيئه كيسز كده. من خلال قراءه الكيسز ومفهوم الكلام اللي مكتوب هنقدر نحل السؤال ان شاء الله. قبل ما نبدا في الشرح، ما تنساش تعمل اشتراك في القناه، تفعل جرس التنبيهات، وتعمل لايك للفيديو. مستنيين ارائك تحت في التعليقات تحت. تمام. الفيربال كوميونيكيشن يعني ايه؟ فيربال كوميونيكيشن، الفيربال كوميونيكيشن بيشمل التواصل اللي بيشمل على الكلمات اللي بختارها او بكتبها بحيث اوصل لاعلى درجه من التاثير. تمام. يبقى كلمات هنا بنطقها او بكتبها عشان بختار كلمات مؤثره اكتر. تمام. وهنا في الفيربال كوميونيكيشن بتعلم ازاي اعظم اختيار الكلمات، ازاي اعظم اختيار الكلمات. تمام. يبقى هنا التواصل اللي بيشمل على الكلمات اللي انا بختارها او بكتبها بحيث اوصل لاعلى درجه من التاثير. تمام. طب النون فيربال كوميونيكيشن، النون فيربال كوميونيكيشن هنا مزيج او خليط من السلوك والاستجابات النفسيه والتفاعلات البيئيه وردود الافعال وتفاعل البيئه معاك من خلال التواصل الواعي او التواصل اللاواعي مع شخص اخر. التواصل الواعي او التواصل اللاواعي with other person، اللي هو اللي انا ازاي اتواصل مع حد من خلال البادي لانجوج او الاي كونتاكت او التون بتاع الصوت اللي انا هتكلم بيه مع الشخص التاني. تمام. يبقى انا هتكلم التواصل الواعي او اللاواعي مع شخص اخر. تمام. ايه هو بقى المين اليمنت بتاع النون فيربال كوميونيكيشن؟ المين اليمنت بتاع الفيربال كوميونيكيشن، واحد المظهر الشخصي للخطابات، المظهر الشخصي للخطابات. تاني حاجة انفايرومنت، اللي هو البيئة المحيطة بك، البيئة المحيطة بك. تالت حاجة البروكسيمز، اللي هو التعامل بين المرضى والصيدلي بيحصل داخل المنطقة الاجتماعية، او التعامل بين الصيدلي والمرضى لازم يكون داخل في منطقة اجتماعية محددة. تمام. رابع حاجة البادي موفمنت، البادي موفمنت اللي هو تجنب القدم، يعني بيقولها القدم المتأرجحة او اطم الاظافر، يعني اللي هو اكل الاظافر، او تحرك العين بسرعة، او تحرك العين بسرعة. خامس حاجة اللي هو تجنب الوجه او تحرك الوجه اثناء المحادثة، يعني بسرعة سريعة جدا. وبعد كده البادي والفيشيال اكسبريشن والاي بيهيفير، والوضع اللي انت بتكون واقف فيه او بتتحرك فيه وانت بتتعامل مع المريض. تمام كده. يبقى تاني الفيربال كوميونيكيشن التواصل اللي بيشمل على الكلمات اللي انا بختارها، وازاي بختار كلمات وبنطقها عشان اعظم اختيار الكلمات. النون فيربال كوميونيكيشن مزيج من الاستجابات او التفاعلات البيئيه وردود الافعال عشان اقدر من خلال التواصل الواعي او اللاواعي مع شخص اخر. تمام. وقلنا اللي هو المين اليمنت. نيجي بعد كده في حاجه اسمها اوبن اند كويشن. اوبن اند كويشن هي الاسئله اللي بتبدا بهو او وات او هوين. تمام. والاجابه بتحتاج اكتر من يس او نو. والاجابه بتحتاج اكتر من يس او نو، يعني انا بسال، يعني ريكوايرد ذان يس اور نو، يعني انا بسال سؤال للمريض واسيب المريض هو يستفيد او يتكلم براحته عن السؤال اللي انا محدده له، يعني انا مش هيسال بيس او نو. طب الكلوزد كويشن، الاجابه محدده بيس او نو. والله انا بسال المريض سؤال، والله انت عندك كذا، بتشتكي من كذا، او لا، مش محتاج استفيد اكتر من كده. تمام. في حاجه اسمها الباسيف كويشن. الباسيف كويشن ده هو اللي هو عدم التعبير عن الشعور الصادق او الاشخاص بيحصل بينتهكوا حقوقك او انتهاك حق من خلال عدم التعبير عن الشعور الصادق. تمام. في حاجه اسمها اجريسيف، انت بقى بذات نفسك اللي بتنتهك حقوق الاخرين. يبقى الباسيف عدم التعبير عن الشعور الصادق والاشخاص هم اللي بينتهكوا حقوقك، انما الاجريسيف انت اللي بتنتهك حقوق الاخرين. تمام كده. الباسيف اجريسيف التعبير عن الاحتياجات بطريقه غير واضحه، انت بس عبر عن الاحتياجات اللي انت عاوزها بطريقه غير واضحه وبطريقه غير ايثيكال. الاسيرتيف القدره على تحقيق حقوقك والاحتياجات بشكل ايجابي دون المساس بحقوق الاخرين، يعني انت بتروح تحقق حقوقك واحتياجاتك بشكل ايجابي دون ان انت تمس بحق الاخرين. تمام. في حاجه اسمها البيشنت
اورينتيف بروسيسيف سكيل، اللي هي مهارات التعامل مع المريض. مهارات التعامل مع المريض، ايه هي المهارات اللي ممكن اتعامل معها مع المريض؟ انا دلوقتي المريض موجود في غرفه محدده وانا داخل عشان اتعامل معاه بطريقه معينه، ازاي اتعامل معاه؟ اول حاجه اللي هو تخبط على الباب، تمام، وتطلب الاذن للدخول، تطلب الاذن للدخول للغرفه بتاعه، تطلب الاذن للدخول. تاني حاجه الانترودوس يور سيلف، اللي هو عرف نفسك للمريض، والله انا الدكتور كذا، اسمي كذا، تخصصي كذا، جاي اعمل معاك كذا، اللي هو بعرف نفسي كامل للمريض. تراي تو اكتيفيتي برايفسي، اللي هو باكد الخصوصيه بتاع المريض، يعني انا مش هنتهك حقوقه ولا هطلع بالاسرار واي حاجه تكون خارج اللي هو النطاق اللي احنا بنتكلم فيه. رابع حاجه ميك شور ذا بيشنت از كومفورتابلي، اللي هو بتتاكد ان المريض يكون مرتاح معاك، مش في حاجه بيسموها الراحه النفسيه بين المريض والدكتور، انت بقى من خلال القعده مع المريض، تمام، تتاكد ان المريض يكون مرتاح في المحادثه معاك، تمام. خامس حاجه التواصل مع مستوى العين او اقل مع مستوى العين، تمام، مع اي ليفل او اقل من مستوى العين، يبقى انا ما تعطس على المريض وارفع عيني معاه واتكلم اللي هو يعني ايه اللي انا الدكتور ويعني ايه وارفع من نفسي، لا انا بتكلم في الاي كونتاكت تكون مستوى العين مع مستوى المريض او اقل مع المستوى. اللي هو خامس حاجه اللي قلنا التواصل مع المستوى. سادس حاجه اللي هو ازيل كل المشتتات، ازيل كل المشتتات، ريموف اللي هو كل المشتتات اللي ممكن تاثر على الكلام بيني وبين المريض، زي مثلا التي في، الراديو، الفرندس، لو انا مثلا قاعد مثلا اللي هو قاعد مع اصدقاء ممكن نشتته، فممكن لا اتجنب كل الحاجات دي. ثالث حاجه انا اوضح الغرض من المقابله اللي انا رايح، يعني انا دلوقتي لازم يكون الغرض ايه من المقابله اللي انا هقابلها مع المريض، دلوقتي انا بساله عن حاجه معينه او واخد منه فيستر معينه، لازم اوضح الغرض. ثامن حاجه باخد اذن من المريض طبعا عشان اعمل معه مقابله، تمام. تاسع حاجه التحقق من اسم المريض الصحيح، يبقى التحقق من اسم المريض الصحيح. عشر حاجة انا بخاطب الشخص المريض عن طريق العنوان المناسب، انا سواء لو هروح له البيت مثلا او مثلا موجود مثلا في مستشفى او في اي مكان معين. 11 الحافظ على الاتصال عن طريق العين او بشكل صحيح للمريض، تمام. يبقى الفيربال كوميونيكيشن تاني اللي هو زي ما احنا شرحناها في الاول خالص، السؤال ده ممكن يجي لك على هيئة كيسز عادة، اللي هو التواصل اللي بيشمل على الكلمات اللي بختارها او بكتبها بحيث اوصل لاعلى درجه من التاثير، وهنا بختار ان انا اعظم اختيار الكلمات. النون فيربال كوميونيكيشن مزيج من السلوك والتفاعلات البيئيه، وعرفنا الاوبن اند كويشن والكلوز اند كويشن والباسيف والاجريسيف، وقلنا البيشنت اورينتيف بروسيس سكيل، وان انا بخبط على الباب وبعرف نفسي، وبعدين باكد الخصوصيه مع المقابله هتكون في اطار الخصوصيه، مش هشفي الاسرار بره المقابله اللي احنا قاعدينها، بتاكد ان المريض يكون مرتاح وقاعد معايا، بتواصل مع مستوى العين او اقل، بزيل كل المشتتات، بوضح الغرض من المقابله، باخد اذن من المريض، التحقق من اسم المريض الصح قبل ما مش انا عرفت نفسي، يبقى لازم اتعرف بالمريض، اخاطب الشخص عن طريق العنوان المناسب، احافظ على الاتصال عن طريق العين السليمه، تمام. ده كده خلصنا اللي هو الكوميونيكيشن. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل جرس التنبيهات وتعمل لايك للفيديو، ولو في اي استفسار لكم مستنيين ارائكم تحت في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.